مرحبا، نبدأ هذه النشرة بالعناوين. عين الحلوة في عين العاصفة، والأمن العام يجمع الفصائل. لودريان يصل ليلا إلى بيروت وغموض حول المهمة. ضحايا زلزال المغرب 2500 حتى هذا الصباح. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى حسابات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي X، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. لقاء ماكرون بن سلمان في نيودلهي لم يحصل، لكن التواصل الفرنسي السعودي في باريس قائم، وكذلك الغموض الذي يكتنف زيارة جان إيف لودريان لبيروت في الساعات المقبلة. أما العين فعلى النزاع المتفاقم على مرمى حجر من عاصمة الجنوب في مخيم أضحى غابة للسلاح الفلسطيني المتفلت ومأوى للإرهاب وملاذا للخارجين عن القانون، في وقت تبقى الحلول حبرا على ورق أو كلاما في الهواء، ولا تعد كونها تعبيرا فاضحا عن عجز الدولة اللبنانية إلا في الهرب إلى الأمام. في سراي الحكومي لم يكتمل نصاب الجلسة الحكومية التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في ملف النزوح السوري، وفي هذا الإطار صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي بيان أعلن عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام بالإنابة. وعرب ميقاتي عن أسفه لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح هناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف من باب المزايدة ليس إلا وفق تعبير مكتب ميقاتي. وشدد البيان أيضا على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف، لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية دائما بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي. إلى ذلك، ترأس ميقاتي اجتماعا خصص لبحث آلية دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى، شارك فيه وزير الصحة فراس الأبيض ووزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. حقيقة كان يعني تجاوب من الجميع، والآلية كانت واضحة، وسيتم البدء بصرف هذه الأموال من هذا الأسبوع مثل ما أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الأستاذ وسيم منصوري. حقيقة هذا الموضوع بالنسبة لوزارة الصحة أمر كتير مهم، وكما وعدت الحكومة نحن حنضلنا واقفين بجانب مرضى السرطان والأمراض المستعصية وغسيل الكلى لنتأكد أنهم يحصلوا على الأدوية لمكافحة هالأمراض هاي. كذلك جرى بحث مع وزارة المالية ومصرف لبنان موضوع المستشفيات وتسديد مستحقاتها وعملية التسريع بتسديد المستحقات، كما وعدنا بالاجتماعات اللي صارت بين الجهات الضامنة والمستشفيات، وخاصة بموضوع مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى، وكذلك تم التوافق على التسريع بهذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا سوف يبدأ تحويل الأموال هذه بالنسبة للمستشفيات. التمويل هو جزء منه من الSDR وجزء منه من الأموال اللي تحصلت للحكومة. نحن مثل ما أكد يعني حاكم المصرف بالإنابة لن يتم المس بأموال المودعين، هيدي الأموال اللي مطلوبة لآلية الدعم موجودة وأكد وجودها الحاكم، وإن شاء الله هيدي حتكفينا للأشهر القادمة على أمل أنه يصير في حل سياسي واقتصادي في البلد، وإن شاء الله نفوت على صفحة جديدة علينا جميعا. قبيل ساعات من موعد وصول لودريان إلى لبنان، الغموض سيد الموقف.
فيما الجمود الرئاسي سيد الموقف على الساحة السياسية داخل لبنان، والذي انعكس صمتا على خط عين التين حول الطرح الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري من حوار وجلسات في انتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وبدء مهمته الوداعية كما يصفها البعض الأسبوع الجاري. سيحضر لبنان في أكثر من محطة خارجية كمحور يناقشه المعنيون الدوليون. محطات أولا برعاية فرنسا والسعودية، ترجمت وفق المعلومات بمحادثات في باريس بين الموفد السعودي الذي يتابع الملف اللبناني برئاسة نزار العلولة والمدير في الخارجية السعودية بندر قطان والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع الجانب الفرنسي الممثل بلودريان والمستشار الرئاسي الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. هذه المحادثات تؤكد وفق مصادر مواكبة التنسيق المستمر بين الطرفين من أجل وضع زيارة لودريان المرتقبة إلى لبنان على سكة الحوار لمشاركة الأفرقاء فيه وصولا إلى انتخاب رئيس. مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي ونتائج هذه المهمة إن بأجوبة الأفرقاء أو اللقاءات الثنائية والثلاثية والتي يمكن أن تتوسع أكثر في بيروت، ستتابع أيضا في نيويورك في لقاء ممثلي المجموعة الخماسية بشأن لبنان أي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية وقطر ومصر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول. مصادر مواكبة لهذا الحراك الدولي تؤكد أن الثابت في كل هذه اللقاءات أنها ستكون الفرصة الأخيرة لإتمام الإنجاز الرئاسي على قاعدة ما اتفقت عليه المجموعة في اجتماع الدوحة في تموز المنصرم، وألا الأمور تسير نحو العقوبات. زيارة لودريان الثالثة هل ستكون ثابتة وهل سيسير قطار الحوار؟ سؤال ترى فيه المصادر أنه يحمل في طياته الكثير من الدلالات، فلودريان ولو غادر من دون أي خرق فوري تبعا للأجوبة القليلة التي حصل عليها الأخير ورفض أفريقاء مبدأ الحوار سيتابع من خلال التحرك القطري الذي يتصاعد دوره. والسؤال بحسب المصادر هل التسوية ستكون على اسم وسطي غير متداول فيه اليوم أو ما يهمس عن ارتفاع أسهم قائد الجيش لعماد جوزيف عون، خصوصا وأن الكلام عن المبادرة الفرنسية السابقة القائمة على فرنجي سلام أصبحت من الماضي. كل هذا التحرك الدولي من جهة وطرح بري الذي يمر بطريق متعرج يقفل الباب أكثر وأكثر عن فرج في أيلول، إلا أن مصادر عين التين تؤكد أن مبدأ الحوار لن يتم التخلي عنه إنما ينتظر نتائج زيارة لودريان ليبنى على شيء مقتضاه. وهنا تشير مصادر مواكبة إلى أن هذا الكلام ينطلق من قرار بعض الكتل النيابية المؤيد للحوار كالاشتراكي وحزب الله والمردة، وتراهن من جهة أخرى على تغيير ما في من يجهر برفض مبدأ الحوار من الأصل وفي طليعتهم القوات والكتائب وما يسمى بالمعارضة، في وقت يضع التيار الوطني الحر اللامركزي الإداري والمالية الموسعة والصندوق الائتماني نصب عينيه متمسكا بالوقت ذاته بورقته للأولويات الرئاسية في حواره مع الداخل والخارج. إلى ذلك وعلى مدى أكثر من ساعة استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل القائم بالأعمال الفرنسي الجديد في لبنان إيرفي ماغرو بحضور النائبة ندى بستيني ووفد دبلوماسي فرنسي. زيارة التعارف تخللها عرض مسهب للأوضاع السياسية وبالتحديد ملف الانتخابات الرئاسية قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت ولقائه المقرر غدا مع رئيس التيار. واطلع القائم بالأعمال من النائب باسيل على المقاربة الكاملة للتيار الوطني الحر لملف الانتخابات الرئاسية في لبنان. تحليلات رئاسية في أسرار اليوم. تكثر التحليلات حول حوار الطيار والحزب، فيما الحقيقة بمكان آخر لا يدركه أصحاب التسريبات والمقالات من غير المطلعين على المجريات. سأل أحد الصحفيين لماذا لا يكون الحوار الثنائي حول اللامركزية الإدارية مقدم لحوار شيء حول تنفيذ كل ما لم ينفذ من اتفاق الطائف. رداً على اعتبار لقاء النائب رعد بقائد الجيش رسالة من الحزب إلى باسيل، سأل محلل قريب من 8 أضاء لماذا لا تعتبر بالمقابل مشاركة الطيار بلقاء الصيفي رسالة إلى الحزب. نتابع النشرة بعد الفاصل الأول.
إلى الأخبار الإقليمية والدولية. يشارك وفد إسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو يعقد في الرياض، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي في أول زيارة معلنة إلى المملكة التي لا تربطها بالكيان العبري أي علاقة دبلوماسية. وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه: نحن مسرورون بوجودنا في الرياض، إنها خطوة أولى جيدة، ونشكر اليونسكو والسلطات السعودية. دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى الرد بحسم على الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي وسحب الموظفين الدبلوماسيين إلى روسيا، كما أفادت روسيا اليوم. وجاء ذلك وفق ما نشره ميدفيديف عبر قناته الرسمية على تطبيق تيليجرام، حيث كتب: أحسن القادة الأوروبيون زعماء بروكسل مباشرين الصادقين بتصريحهم للمواطنين الروس هكذا مباشرة ومن دون مواربة. أنتم مواطنون من الدرجة الثانية بالنسبة لنا. ورأى أن ما فعله الاتحاد الأوروبي ليس عقابا ضد النظام العدواني الإجرامي في الكرملين، إنما هو ببساطة بصقة في وجه كل مواطن روسي. وقال ميدفيديف: من جانبنا لن نفرض قيودا انتقامية على مواطني الاتحاد الأوروبي، فنحن لسنا عنصريين على عكس العديد من قادة هذه البلدان التي خدم أقربائهم في قوات الأمن الخاصة للنازي، ومن يأتون إلى روسيا عادة يحبونها ويقدرونها. وفي المقابل أعلنت كييف أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منصة لاستخراج النفط والغاز في البحر الأسود كانت تسيطر عليها موسكو منذ عام 2015. وأفاد بيان من المخابرات العسكرية في كييف بأنه خلال أحد مراحل العملية دارت معركة بين زوارق تحمل قوات خاصة أوكرانية وطائرة مقاتلة روسية أصيبت وأجبرت على التراجع. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي X, فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة، ونلتقي بنبض بيروت.